أعزائي المشاهدين، من سر من رأى، من سامراء التاريخية برمضان المبارك نبدي بأسواق، طبعا هذه الأسواق القديمة اللي كانت تحلو لأهل المدينة قبل الفطور، يجون هنا يتسوقون. هسه نفس الحالة نشوف، طبعا يتبضعون. هسه شوف هاي اللقطات أمامكم، يعني تأخذون البيض، يأخذون الشكر، التمن، حتى يجهزون للفطور ويتوكلون على الله. خلينا نشوف المحلات، نسألهم عن وضعهم. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير، صحة وعافية ان شاء الله، رمضان كريم. السلام عليكم، شلونكم؟ برمضان الحقيقة أيام جميلة وأيام مباركة، شلون الأسواق بسامرة وضعكم ان شاء الله زين؟ والله الحمد لله زينين، الحمد لله. الحمد لله، احنا يعني تدري دائما مثلا قبل أيام رمضان، قبل أيام العيد، شوية الأسعار تقوم تتفاوت، يعني ما صعدنا الأسعار، هي نفسها الحمد لله نفس السعر القديم. وأنتم أيضا من المنشأ تاخذوا، من يرتفع يرتفع منك، مو من عندكم؟ لا، منك يرتفع طبعا. يرتفع، احنا بس ما نرتفع اكثر من يعني المطالع هالمقام. كل شيء مواد عندكم موجوده؟ الحمد لله، يعني كل شيء، مثلا الشكر، التمن، العدس. الحمد لله، الحمد لله. ما تحتاج العائله برمضان؟ كل شيء متوفر. يعني طيب، يعني اريد، احنا حقيقه برنامجنا هو رمضان زمان، يعني شلون تتحدثي عن رمضان قبل، شلون شبابه؟ كلمه هنا. نسمع منك، يعني انت اكبر منك. يعني الظرف ياثر على الانسان، يعني كل وضع الحالي، الناس اللي كانت نقول عايشه بيوتها واللي تهجرت، يعني هسه الموجود احنا كنا مهجرين، يعني انا مهجر والاخ مهجر، فاصلا يعني مو شغلتنا الاساسيه، يعني شنو احنا في اللي جينا للمدينه انجبرنا على هذا العمل، واكو ناس كثيره تغيرت حياته، فاللي تغير حياته مجرى حياته. يعني هو ماخذ على فد حياه معينه، اللي شاد مثل العصيه تلتم القرايب الكذا، انت بين عمامك كسر، شتتت ناس باوروبا، ناس وين كنتوا قبل انتم؟ بالجزيره. بالجزيره، يعني اكيد رمضان الجزيره يختلف عن المدينه. اي طبعا، مثل تعصرياتك تلقى اصدقائك، عمامك كسر، تلقى واحد بغداد، واحد صار باوروبا، واحد مدري وين. احنا بهاي الايام ندعو من الله سبحانه وتعالى ان ترجعون ان شاء الله لاماكنكم ولبيوتكم يا اخويا، هذا دعاء ان شاء الله للجميع. ان شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شلونك؟ مرحبا. كيفك؟ شلونك؟ هلا بالحجي، شلون عافيتك؟ كيفك؟ ان شاء الله رمضان كريم. الله يسلمك. شلون رمضان وياك؟ الحمد لله، الحمد لله. الله يبارك سعد وليد، شلونكم زينين؟ الله، كل ما اشوفك على التلفزيون عندي اقول يا رب ان شاء الله اتواجه وياك. الله يسلمك. شلونك؟ احنا بخدمتكم ان شاء الله. تسلم استاذ وليد، تسلم. انت الشمعه، ترى انت الشمعه مالت. الله يسلمك، احنا بخدمتكم. احنا بالنسبه لنا صيام وهذا وعزو وحاله، يعني انت تساوي بكل شيء. الحمد لله يا رب. ان شاء الله وين ما تمشي خاطره من سيدنا الرسول ان شاء الله، والله دائما بخدمتكم. قناه سامره ان شاء الله، قناه قدامك. لا، الله يسعدني، الله يسعدني باكر شبر واربع اصابع هناك، يعني من تطلع كنت قبل بالتلفزيون، هسه ما عندي اداء سامر. لا ليه؟ ما عندي. انت بسامره لازم تدي. ما عندي، ما عندي الا اداء، ما عندي. راحت يعني قبل كنت تطلع، كان حياه اخوك الله يرحمه ويرحم جميع الاسلام. من كنت تطلعون كيف يصير عندي الا اقوم ابكي. ان شاء الله وياكم وبخدمه. قالوا جت ما سامر، قلت لهم انا، قالوا راحوا يا ابو ابراهيم. ان شاء الله بخدمتك. ان شاء الله حسان، مش شفتك براحة. يسلمك، يبارك بعمرك. ان شاء الله وين ما تمشي. ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم. يا الله، السلام عليكم، ممنونين. يعني اعزائي المشاهدين، احنا نتجول بالاسواق، خلينا نشوف وياكم النوب، الحركه هنا وحركه الاسواق، ورمضان كريم. احنا نقدر نتحرك لانه الكاميرا على ستاند، يعني اوكي الامور. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، صحه وعافيه ان شاء الله، رمضان كريم. السلام عليكم، شلونكم عيني؟ رمضان كريم. احلى شيء برمضان هو النومي بصره والعدس، ها، والتمن والفاصوليه والحمص والهيل. مو شلون وضعكم ان شاء الله زين؟ والله الحمد لله، ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين يا رب العالمين. شلون رمضان وياكم؟ والله خير وبركة إن شاء الله. سامرة يعني؟ خير وبركة إن شاء الله. يا الله يا الله. عادة هذا السوق إلى ساعة يبقى وين يعني؟ هسه تقريبا بالستة. والله حتى للستة أستاذنا، حتى للستة، يعني بالليل يعني نشوف حركة يعني قليلة حيل، يعني هذاك رمضان أحسن من هذا رمضان. يعني حركة بالليل يعني حتى للساعة بالعشرة تنقطع الحركة. أنت لا تنسى أكو دائما الظروف اللي تحيط، مثلا يجوز كهرباء ماكو، يجوز يعني مو هاي هم تأثر القضايا الأمنية. والله أستاذنا إذا هي كهرباء ماكو، مولدات موجودة. أي. يعني الشارع شوفه، يعني الشارع شوفه أظلم، يعني حتى يعني
داخلك يعني شوف بالعكس احنا يعني احنا بتكريت مناطق العلم تكريت اكو حركه لل 11 12 نتمنى ان شاء الله بسامره تصير نفسها. والله احنا ندعو قناه يعني ندعو اهالي سامره ان يتوفرون بالليل يعني ان شاء الله من خلال قناتنا يشوفون قناتكم ان شاء الله. ان شاء الله شلون وضع الخومه تبيع غالي؟ لا رخيص ان شاء الله الحمد لله. اكو عندك ماش موجود؟ وين الماش؟ الماش ترى اكو هواي ما يعرفون الماش. هذا الماش هاي قبل احنا دائما نقول شوربه الماش. احنا ليش برنامجنا رمضان زمان قالوا اهل قبل احنا كنا ناكل شوربه الماش اكثر شيء يعني مو العدس. شوف انت مخليهم اخوانهم ها بس اثنينهم يعني دمار ورد ساعة. لا عندك العدس دمار بس الماش لا الماش لا اي زين اي بارد الماش ايه. شت تقول لنا من خلال قناة سامرة يعني شت توجه لنا والله تقول للمسلمين والله شو اقول لهم ان شاء الله يا رب يحفظهم من كل مكروه ويوفق قناتكم ان شاء الله المفضلة ويخليكم ان شاء الله. ان شاء الله احنا بخدمتكم ده خادم ربك خادم ربك على بالاسلام. شلون اخباركم؟ حلوه محلاتكم يعني تذكرنا بالتاريخ القديم. شلونكم؟ قناه سامراء الفضائيه شلونكم؟ اخبارك؟ نعرفك من احنا تدري يعني نوبات اكو ما يعرفونه نقول لهم احنا فلان قناه. لا نعرفك كل القنوات على القنوات تختصروها في 3-4 قنوات بدل مو 60 قناة بالعراق يعني. وإذا تتحدث عن الإعلام الصحيح حتى المشاهد يعني أفكاره تشوش يعني ما يعرف وين يتابع الخبر وين ويا من ويا قناة يحشي يعني والله يعني شغلة يعني حيل صعبة. رمضان احنا اليوم ان شاء الله برنامجنا رمضان زمان في سامراء يشوف سامرة يشوف تاريخ سامرة شلون كانت يعني حقيقة حتى محلاتكم والمنطقة توحينا للتاريخ القديم. هي بس هاي العمارة الوحيدة اللي بقت قديمة يعني كلها دايفلشوها ويسوون جديد. وانتم ايضا مخلين المواد الغذائية. اي نعم شلون الامور ان شاء الله زينة؟ والله الحمد لله بس قدرة شرائية ماكو عند المواطن مو مثل قبل يعني العام احسن اولت العام احسن من العام. ايه ولذلك شوف احنا رمضان ترى هو المقياس لهذا يعني الناس يجوز كانت تاخذ تتبضع اكثر هسه اثرت عليها الجدوى الاقتصاديه والمبالغ. نعم ماكو ما عندهم قدره شرائيه يشترون كل شيء. الحركه بطيئه جدا حتى بالليل ورا الفطور. ورا الفطور ماكو معدومه. سقال لنا والله الولد بصبر. احنا ايضا ندعو اهالي سامراء نقول لهم يا اخوان احنا ترى احنا الاشخاص اللي نقدر نحرك السوق ونحرك احنا نريدها تطلع وتشوف الناس وتمشي واريدها مثل رمضان قبل على بساطتهم ترى بس كانوا يطلعون. كلامك صحيح بس انت تدري الاخبار هم تاثر على نفسيه المواطنين والوضع والهاي الحروب ابو ايش الله يحفظك ابو بهاء اكو ناس ترى قاعده لهالموضوع تحكي طلع الوشاي الكاذبه حتى تاثر على سامره تاثر على بلد تاثر على تكريت عدي جيل هو لا قصدي يعني اني موجوده لكن ان شاء الله احنا هاي ما ناخذ ان شاء الله ما ناخذ بيها احنا نريد نحرك لكن هو احنا إذا نربع الحقيقة يعني حرب هنا صح وقتال وقصف يعني ندعو من الله سبحانه وتعالى بهي الآية الأيام كلهم إخواننا يعني كان هاي كان أيام ولا أيوة كربلة ولا إحنا جسد واحد جسد نعم واحد نعم بس ندعي أنه بهاي الأيام المباركات أن تفض هذه يعني حتى إذا يصير انفجار إحنا وين ما كان إحنا نتأثر يعني إي والله يعني مو يعني إحنا دائم إن شاء الله رمضان كريم وإن شاء الله الموفقية. ان شاء الله كل عام وانتم بخير صحه وعافيه ان شاء الله. السلام عليكم شلونكم؟ والله الحمد لله ان شاء الله زينين والله بخير الحمد لله والله بسامر حلو رمضان. اي والله الحمد لله يعني الحمد لله شويه بها امان الحمد لله وشكر لا مو بس هذه يعني خاصه هاي هنا المكان كله ريحه كركم وريحه الاكل ها احنا الصيام والله الحمد لله زين بخير ان شاء الله. ايش قد مواليدك؟ 57 طولت العمر لك الله يسلمك يعني 57 يعني انت هسه عمرك تقريبا 60 سنه
او بعد مناوش تسعين. نعم. يعني بالخمسينات بالستينات انت شاب طبعا. ايه يعني شلون تتذكر لي رمضان بسامر؟ والحمد لله والشكر ذاك وين رمضان الاولي مو مثل هسه الوضع ذاك الاولي امان الحمد لله والشكر. اخرى سالي الجيران واحد عبر الاخر اكل يعني من الكل موجود والسوالف هاي والمحيبس وهل يلعب الصينيه. ايه بس هسه لا هسه يعني الوضع مو الوضع مو ايه بالضبط بس الحمد لله خير يعني خير من الله. اي والله بس خير من الشده هاي الله كريم. ندعو من الله سبحانه وتعالى انه تنزال هذه الغمه ان شاء الله عن العراقيين كلهم في سامراء وفي بغداد ان شاء الله وترجع الايام حلوه الله كريم. احنا يحجونا هم يعني بالاعظميه وبمناطق الاخرى ببغداد هسه تريد ترجع بس ما تقدر ترجع ليش؟ اختلف كل شيء اختلف يعني هسه عبالك هسه يعني مثلا حتى الاكل اختلف. صحيح الحمد لله يعني ما تحس بذلك. اي بالضبط والله والله صحيح يعني بنشوف هسه خاصه هذا النازحين يعني بنشوفهم يعني حالهم كان وين قبيل وين هسه يعني قاعدين الملاك ما شاء الله ايش قد بحاله مو بحال شيء بس يعني يجون حتى لا عنده حتى الاجر اجر بيته ما عنده يعني ينطي بالقوه يلا يدبره لا ينطي الاجر وهم وين بنا خير من الله الحلال ندعوهم حمالتهم ما شاء الله والسيارات والهذا هسه هم تقريبا يعني حالهم الى حد مجين والله. من خلال برنامجنا نقول لهم يا اخوان نريد التآخي نريد الطعمة ترجع نفسها يعني نريد واحد ما يفطر اذا ما يقول شوفوا جيراننا بيت ابو محمد بيت ابو يوسف بيت ابو حسين مو ما ماكلين خلينا نشوفهم. اي والله هو هاي نريدها ترجع. هو صحيح هذا هو صحيح هذا هيك ان شاء الله بس الله كريم الله كريم. وضعكم ان شاء الله زين؟ والله الحمد لله ان شاء الله ماشي مدرجين بس الوضع شويه يمشي ان شاء الله يمشي بس شويه الاسعار الايجارات تعرف واحنا همين يعني مثل ما يقول نازحين جينا جدد النازح اثركم من الجزيره ومن المناطق القريبه من الجزيره انا صار لي تقريبا سنه ونص هنا يعني اكثر المحلات هسه اللي بسامره هي من يشتغلون بها بالضبط اريدها بس تمشي شويه الشغله ان شاء الله حتى الاسعار تقل الايجارات تقل الامور تمشي الناس الفقير هم يمشي اموره تمشي ان شاء الله. انا اشكركم ورمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم كل عام وانتم بالف خير يلا السلام عليكم. السلام عليكم. انتم هم تذكرونا بالماضي ها جماعه الحجامه وجماعه الطب العربي شلونكم؟ شلونك؟ ان شاء الله زين. انت ويا انت وياك الحجي لو بس انت. اي والله الحجي. وين الحجي؟ والله طلع قبل شويه صار عندنا شغله وطلع. ها قول لي هسه طفت الكهرباء، شلون وضع الكهرباء؟ والله تجي ربع ساعة تنقطع ساعة أكثر من ساعة. الحمد لله احنا بتكليت مو نصور هم بالمحلات تنقطع، نقول لهم يابا شنو وضع الكهرباء؟ هسه هم زين انقطعت، عبالك يعرفون احنا هنا عمودي تشكوك. تجي والله تجي وتنقطع، تنقطع أكثر ما تجي، يعني أنا أقول لك التشغيل. يعني. اي والله التشغيل يعني بالنهار يقل عن خمس ساعات اقل. انت دائما هنا ويا الحجي؟ اي. ايش تشتغلون بالمحل؟ والله حجامه يعني اعشاب طبيات. محلكم قديم بسامر. اي. زين. اكو اقبال على هاي المواضيع مال مثلا الحجامه او مثلا الطب العربي الحبه السوداء كلها عندكم؟ اي موجود. اكو اقبال عليه؟ موجود موجود. إيه. يعني انتم شلون اسعاركم خومه غاليه؟ لا والله مثل السوق. يعني هو موجوده هاي كلها عندكم، شنو اللي عندكم تقدر تعدد لي مثلا؟ كزبره كمون كزبره حبه حلوه يانسون اي دبجه دباغ حلبه خردل كركم. زين هاي شلون تنطيها وصفه؟ مثلا هسه اني اجي عليك او شو اسمك انت الله يخليك احمد اقول لك ابو شهاب اني مثلا من وراء البرنامج الضغط يصعد ها؟ ايش تنطيني علاج الضغط مثلا؟ انطيه كجرات انطيه خل ثوم انطيه زيت الثوم انطيه هواية عشب اخرى انفايده. يعني الوصف على الشخصيه تحكي يعني مو ما الطبيب. يعني مثلا انا اقول لك مثلا عندي سكر او انا عندي ضغط او انا مثلا اكو مثلا ما انام بالليل او اريد اتزوج اكو عندكم علاج ما الزواج موجود. احنا ان شاء الله زين. الحجامه هنا سووها؟ لا والله حاليا حولناها بالضباط. ها يعني مو بالمحل؟ لا والله لان اجهزه ما قاعد تجينا دخلنا ويا شريك هو على حساب الاجهزه تدخل. نعم. سلمنا على الوالد قول له قناه سامره اجتنا لهنا وسلمنا عليه وقول له ان شاء الله رمضان كريم وذكرنا محلكم ايضا بالزمن الماضي لان كانت محلاتهم في سامره هي هاي المحلات كلها بيها كزبره وبيها ما ادري شنو ها حبه السوداء والحجامه هنا فذكاء هسه احنا عبالك فتنا بسنه ال 15 لو 2020 ها فان شاء الله نتمنى لكم الموفقيه اخوي العزيز وسلمنا على الحج يا سلام كل عام وانتم بالف خير صحه وسلامه.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون العافية؟ إن شاء الله زين، رمضان كريم. السلام عليكم، شلونكم عيني؟ شلون صحة؟ احنا في رمضان الحقيقة يعني تتغير كثير من الأمور. تعال هنا حتى احكي وياك. يلا اي واحد، اي واحد عود بعدين ابو المحل. تتغير كثير من الامور في رمضان. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر الفضيل بالرحمه، بالتزاور، بتواصل الرحم. ما حد يقطع الرحم الاخر، الاخ يحكي ويا اخوه، الاخت ويا اخته، مو؟ فلذلك من خلال برنامجنا رمضان زمان حقيقة اليوم في سامراء نشوفكم ونشوف رمضان كيف كان في سامراء وحاليا يعني. الحمد لله والشكر. والله يا رمضان يعني الله يديم على أمة محمد، يعني كل سنة اللي ماشي عليها التودع والرحمة والعطي للفقير، والحمد لله والشكر ربي ما شاء كل العراق كله. بس دائما أسأل يعني بجدك والأصغر والأكبر، يقول لي رمضان كانت إلى نكهة قبل مو مثل هسه، يعني نكهته خاصة كانت. قبل وين هسه وين؟ يختلف. حيل يختلف. احنا الستينات يعني نقول نجيب عين الستينات يختلف عن هسه. قبل أحسن من هسه. قبل يعني شلون نقول الفضل من الله ومن العالم أزيد من هسه. قول حتى نوبات ما يسوون فطور لأن بقد ما تجي الطعمة من الجيران. رحمة الله على والديك. خير من الله. خير. احنا نتمنى من خلال برنامجنا أن يعني تصير هاي الحالة ترجع عندنا، ترجع المودة، يرجع ما آكل إذا مو جيران. بقوة الله، بقوة الله ترجع إن شاء الله. إي والله. إذا ما ترجع فأنا أستاذ. شلون هالسامرة برمضان؟ الحمد لله بخير، نحمد الله ونشكره. الحمد لله. إي والله بقوة الأمنية والحفوظ والسلام. خير رحمة. بس شن كل محل نفوت نقول لهم يابا احنا نريد ورا الفطور شويه تصير حركه بسامرة مثل قبل، نشوف هنا بحيبس وهنا حركه قليله. هسه ماكو يعني على مود الكهرباء وعلى مود الشغل. اي والعالم شلون نقول يعني التعارف قل، اللي سافر للعمره غير العمره لبغداد للشمال، هاي ظروف اللي تحيط بينا ايضا. الحمد لله والشكر، الامان فوق الراس. الحمد لله، سهل الحمد رب. اتمنى ان شاء الله السامرة واهل سامرة الكرام انه دائما الامن والامان. أريد أسأل المحل شلون وضعكم بالمحل؟ إن شاء الله زينين. والله الحمد لله. إحنا دائما بهذا الشهر الفضيل وبهاي الأيام راح يقوم عاد الناس والشباب يتوافدون إلكم لشراء الدشداشة العربية والغترة والعقار، فشلون يعني؟ والله هسه صار مودة يعني الشباب، يعني مو مثل قبل. قبل كانت أكثر شيء بنطرون، وهاي هسه القلابية الدشداشة خاصة بهذا جونا يعني كهرباء وحر وهذا، فالقلابية ماشية يعني الدشداشة موديلات شبابية دا تنزل. بس دا تنزل أكثرها شباب. مو مثل قبل، قبل كانت بس مثل ما أقول الكبار يعني. ألوانها حلوة يعني. قبل كان إحنا أتذكر بوقتنا ها كانت سودة ورصاصية وهاي وبيضة أو لازقين بيها ماكو غيرها. هسه الشاب يفرح من يجي. بس أنا أكد دائما على الأسعار. طبعا أنتم عندكم منشأ يجيبون من المنشأ، أسعاركم مخو غالية يعني مثلا حتى المواطن. أكو أشكال، اكو سعرها عالي بالضبط. احنا انا بسوقنا يعني مو بس انا، هاي المحلات اكو لي غاد مني واكو لي غاد. على العموم اسعارنا مناسبه على العموم. اي يعني اكو مثلا دشداشه من 15 من 10,000 دشداشه لحد 50,000. اي اكو اشكال حسب الطراز. فعلا فعلا. القماش الرسمي اكو شبابي، اكو رسمي غالي، اكو شبابي غالي، اكو رخيص، يعني على كل من على قد امكانيته مثل ما قلت. طبعا اكيد ان مدينه سامراء لها تاريخ حافل، ومدينه سامراء قد حكمت العالم الاسلامي اكثر من 50 سنة. اكيد لا تخلو من الشعراء والادباء والمثقفين، ولها اثار واطلال انتم تعرفونها ولا غريبه على الناظر ولا غريبه على الزائر، وفيها مرقد الامامين العسكريين عليهم السلام. طبعا لا تخلو هذه المدينه من الادباء والشعراء والمثقفين، وفيها تقاليد عشائريه جميله. طبعا فيها اولا هي الزيارات الرمضانيه بين الاهالي وبين العشاء بين العوائل،
وفيها المنتديات الأدبية والثقافية والشعرية، وفيها التكايا وما يلتقى بها من علماء دين، وفيها مدارس علمية خرجت علماء دين على يد الشيخ أيوب الخطيب والشيخ أحمد الراوي طبعا. ومدينة سامراء مدينة جميلة جدا، حيث فيها تزهو الليالي في شهر رمضان المبارك، تزهو يعني زهاء جميل، خاصة عندما تنتهي التراويح ترى الناس تتجمع في مكان، في المقاهي وفي منتزهات، وهناك لعبات شعبية جميلة مثل المحابس ولعبة الصينية، هاي اللعبة الجميلة اللي يتوافد الناس أو الشباب عليها في المقاهي. وطبعا مدينة سامراء مدينة مثل ما قلت لك أنجبت كثير من الشعراء والأدباء والمثقفين، وعندنا لا زال منهم من قضى نحبه طبعا، ومنهم من ينتظر، مثال الأستاذ محفوظ فرج شاعرنا وكبير الشعراء في سامراء، والأستاذ حميد جسم الوهب، والأستاذ الكاتب والناقد والأديب محمود أبو شمس، محمود الرفاعي. وكنا أتذكر أيام الطفولة كنا نخرج كأطفال ونحصل من وراء الماجينة أشياء رمزية بسيطة، يعني هذا اللي نطينا فلس، هذا اللي نطينا خمس فلوس، هذا نعم. وكنا نستلى ونزور بليلتها، نروح يومية إلى زيارة سيدنا الهادي عليه السلام، نزور العسكريين ونجلس بالصحن إحنا وعوائلنا، ونشوف الأيام الرمضانية نقعد بنص الصحن الشريف وتتوزع الحلويات، وشوف التزاور مستمر إلى ما وقت السحور، أكثر ناس تظل إلى وقت السحور تتسحر وتنام. كتبت قصيدة أوصل سلام معاك يا حاد، أوصل سلام معاك للسيدنا علي، مال سيدنا علي، هاي القصيدة عليه السلام. هي أسرع لأبو الحسنين شيخ أهل السلف، هذا الأمير المرتجى بدر النجف، خبر دم حسين سال وما نشف من بعد ما كان يجليهم جلي. أسرع لأبو الحسنين أسرع بالسلام، وخبره بأهل البيت بطف النيام، فاضت بكل كربلاء دم الإمام، وصار عنبر عطرها بكل منزلي. هاي قصيدة خاصة إلى سيدنا علي عليه السلام. والقصيدة اللي كتبتها أيضا باكر بقبره ظلمة وما تنفع شيء غير الضمة والدودة الما يرحم حي. وكتبت الجنة رب الجنة بجاهل تهامي كنا، من ضمن الأبيات كتبت خل نفسك المرتاحة تطلب فرد تفاحة تنزل لك وعلى الراحة لون المسج والحنة، صارت الجنة دارك والأنبياء خطارك، أفرض محمد زارك وانت بس قاري عنه، ظل قبل بذاك الراس سيد الإنس والأجناس، قدم لبيدك فتكاس والباقي اشرب منه. هاي قصائد على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم.